من جانب آخر الفنانة الكويتية الجميلة أيضا منى شداد، منى شداد وقعت عقد اتفاق انتهت منه مع النجم الكبير طارق العلي على أن تتصدى إلى بطولة المسلسل، مو المسلسل، المسرحية القادمة إن شاء الله حق عيد الفطر القادم، وبطولتها مع طارق العلي ونخبة آخرين من النجوم. طبعا يظهر أن طارق العلي قاعد يبحث عن فنانة سمينة شوية بعد ما كلهم سووا، يعني الفنانين الفنانات أغلبهم كلهم صاروا برعاية مستشفى السيف ودار الشفاء التكميم، يعني وايد صراحة صاروا، يعني أنا قاعد أشوف عروض مسرحية كاملة يعني برعاية دار الشفاء والسيف، يعني كلهم ندري إنهم مسوين عمليات تكميم، رشاقة مكممة. بس عموما منى شداد فنان تستحق، عموما يعني واحدة قاعدة تمثل يعني من الثمانينات تقريبا، يعني أواخر الثمانينات، ومنى شداد يعني أول شيء قدمت مع طارق العلي أعمال كثيرة مثل صح لسانك مسرحية، وقدمت ويا وايد أعمال ويا محمد خالد، وقدمت أيضا ويا الفلتة يعني بأجزاء الكثيرة. وفنان طارق العلي، ما دام إحنا قاعدين نتكلم عن هذا الفنان